تفضل عرف نفسك. أشرف حمودة، كاتب صحفي من الثوار الموجودين في ميدان التحرير. عايز توصل للشعب المصري؟ والله مش يعني كلمة حتى ان نقول نوصل للشعب المصري، ما دي مصيبة ان احنا اصلا من الشعب المصري. ما انا لازم نتكلم نتكلم الواقع. الثورة لما بدأت عاملة زي سرب الطيور بالظبط. سرب الطيور بيمشي على شكل 8. النخبة الثورية مفترض قدام، لما حركة الطيور بتتقدم بيحصل تراجع في الخلف، وده اللي فقدته الثورة. 50% من عوامل الثورة من نجاح هدفها هتوقف على الجماهير الطبيعية اللي احنا منها، وده ما تمش. ده ليه؟ لأن قوة سياسية انشغلت تشكيل ائتلافات، أحزاب صناعة أمن الدولة قديمة دخلت الميدان، مفترض ما تخشش ليحاكم بشبهة زي النظام القديم تماما، ما يخش ليش حزب وفد أو غيره. دول كانوا فين؟ دول الثوار الصناعية اللي ماتوا قدامي وشلناهم بإيدينا في ميدان تحرير 28، ماتوا قدام مدرعات. مش كل شباب فيسبوك، الشعب الطبيعي نزل هنا في الميدان، كان الساعة 8 فيه مش أقل من 300,000. فده الشعب الطبيعي، لكن حتة الناس في البيوت لا، احنا مجرمين في حق الشعب اللي في البيوت، لان ما وصلناش الوعي المظبوط. ما جيش انت بتقول لي النهارده في اتحاد شباب ثوره او ائتلافات 6 ابريل او 7 او 8 9 ابريل، ما يعرفش اللي ساكن في بيته، ما تناقش مع البقال ولا الميكانيكي ولا العجلات اللي في الحاره، ما وصلش ايه اهداف الثوره، وعشان كده حصل ارتداد. احنا بنلوم الاعلام ان هو عمل وعي سلبي خلفي، بالعكس اعلامنا الموجود في مصر شاطر جدا جدا جدا. انت النهارده عملت ورقه بتطلع فيها مجلس الاسف من 100 واحد من الاحزاب في الميدان، بقالك شهرين، المية مش قادرين يديروا ميدان يا راجل، عايزهم يديروا دولة، مجلس رئاسي مدني، دي كارثة ومصيبة، بلاش فضايح. ما يقدرش يدير ميدان، ما عندكش وزارة اعلام في الميدان، مفترض من شهر مارس يبقى عندك وزارة داخلية، وزارة اعلام، وزارة تنمية ادارية، كل ده مش موجود. ثلاث منصات ودكاكين في الميدان، دي كارثة. وعشان كده الثورة لسه كتير، وهتبقى بايد ابناء الصح والشعب الطبيعي نجاح اهدافها فيما بعد مش دلوقتي. شكرا. لا.